متتبعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير لجميع المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في. على المباشر من سطات أجواء معتدلة صبيحة هاد اليوم من قلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كننقل لكم هذه الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم. بعد موجة الحر اللي كتعرفها يعني المدن المملكة، المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية على الخصوص اللي ما كتخش على هذا النطاق، اليوم ثلاثاء أجواء معتدلة، الجو بارد شيئا نسبيا بالمدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، اللي من خلالها متابعينا مشاهدينا الأوفياء كننقل لكم هذه الأجواء من قلب مدينة سطات العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء وكننقل لكم هذه الأجواء من قلب مدينة سطات. بغينا نعرفوا معكم ومن خلالكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، كيف داير الجو عندكم بالمدن ديالكم؟ واش كاين شي حراره؟ كاين شي برد؟ هنا بالنسبه للمدينه ديال سطات اصبحت الاجواء معتدله، اليوم الثلاثاء من المدينه ديال سطات، هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء من قلب مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه، اللي من خلالها اننا كننقل لكم هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة شاوية، سطات بلادي، اللي من خلالها أننا كنحيكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كنحيكم على التواصل وكنحيكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات جوهرة شاوية وعاصمة شاوية سطات بلادي، اللي صبيحة هاد اليوم هذه هي الأجواء، هكذا تبدو مدينة سطات عاصمة شاوية. تحية للناس ديال سطات، الساكنة ديال سطات، اللي كنشكرهم على التواصل وكنشكرهم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، وكنقول لكم مجددا صباحكم مبروك، صباحكم مبروك، صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة والتيسير للجميع، بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. كل صباح أننا كرتائي أننا نقل لكم هذا البث المباشر بهدف تواصلي متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كنبلغ لكم تحية وكنقول لكم صباحكم مبروك، صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير للجميع، وبداية يوم موفق لجميع متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم متتبعينا مشاهدينا الأوفياء وكننقل لكم هذه الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات. أجواء معتدلة ومثيرة في نفس الوقت متابعينا مشاهدينا الأوفياء من قلب مدينة سطات جوهرة الشاوية، كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل وكنقول لكم مشاهدينا متابعينا الكرام صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة والتيسير، صباح الأمل والتفاؤل بالنسبة للجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم الثلاثاء، اللي من خلاله كنتمنوا التوفيق لبؤات الأطلس في المباراة اللي كتجمعهم اليوم، كل تشجيع كل الدعم، ونتمنوا لهم النصر أنه يكون حليفهم. سي علي الفناني شكرا لك أخي، صباح النور سي علي الفناني، تحياتي لك الأخ الزجال علي الفناني، سي علي الزير، ك
كنحيوك اخي على التواصل وكنحيوك على التفاعل، وتحيه خالصه لك من المدينه ديال سطات، العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه، اللي من خلالها اننا كنحيوكم على التواصل وكنحيوكم على التفاعل. شكرا سي علي الفناني على التواصل ديالك والتفاعل ديالك من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم. شكرا لكل المتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تيفي داخل المغرب وخارج أرض المغرب، اللي كنحييهم على تواصلهم وكنحييهم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. أجواء جميلة ورائعة ومثيرة في نفس الوقت صباح هذا اليوم، صباح هذا اليوم الثلاثاء، من قلب مدينة سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر من سطات. يعني كيف كتشوفوا الأجواء جميلة ورائعة من قلب المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، اللي كننقل لكم هذه الأجواء منها متتبعينا مشاهدينا الأوفياء، على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم، واش كاين شي حرارة، كاين شي برد، كاين شي صهد. الناس اللي في عطلة كنتمنوا لهم عطلة سعيدة للجميع، الناس اللي كيشدوا الطريق السائقين كنتمنوا لهم سفر سعيد، طريق السلامة، ومزيد من الحذر، مزيد من الحيطه في الطريق، لان الطريق كتعرف كتكون عامره في هذه الايام ديال العطل، كيكون واحد لومبوتياج يعني، وكيكون واحد كتكون طريق عامره ان الانسان يرد البال. بالنسبه للسائقين كنتمنوا لهم طريق سلامه يا ربي، طريق سلامه. وتحياتنا لجميع المتتبعين المشاهدين الاوفياء قناه شوف تيفي. كان هذا متابعينا مشاهدينا الأوفياء بث مباشر صبيحة هذا اليوم، اللي من خلاله أننا كننقل لكم الأجواء كيف دايرة من المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، على أمل أننا نعرفوا الأجواء عندكم كيف دايرة بالمدن ديالكم. هذه هي سطات، عاصمة الشاوية، سطات الولافة، سطات الجميلة بالناس ديالها، الطيبوبة ديالهم. كنحييكم على التواصل متتبعينا مشاهدينا الاوفياء، كننقل لكم هذه الاجواء، وكنتمنوا لكم بدايه يوم موفق، بدايه يوم سعيد، والى اللقاء متابعينا مشاهدينا الاوفياء في بث مباشر اخر. كان هذا بث مباشر صبيحه هذا اليوم، للهدف اننا ننقل لكم التحيه على اعتبار اننا كنعتبر انفسنا اسره واحده. كنقول لكم صباح الخير، صباحكم سعيد، بداية يوم موفق، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع المتابعين المشاهدين في قناة شوف تيفي.